ما شاء الله، نقول من حدودها هذه 4 دنم. شوف محددة، أرض سهلة مبسطة ومرتبة وأوراقها جاهزة. شوف تبارك الرحمن، شوف شوف البيت هذا المساء اللي تكلمنا عنه، شوف شلون القطع هذه 3 قطع. صراحة فعلا إطلالات جميلة وقريبة على السنتر، ويربطهم شارع ومدخل ومخرج، 3 مخارج ومداخل لهذا الموقع إلى السنتر. الله يبارك للجميع.